السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية. إليكم جواب الدرس السابق. Il ne peut pas rester sérieux, il plaisante toujours. Il ne peut pas rester sérieux, il plaisante toujours. أما بالنسبة لدرس اليوم أصدقائي فهو مخصص للمبتدئين أي المستوى الأول. أتمنى أن تكتبوا لي في التعليق نوع الدروس التي تفضلونها، هل المستوى المتقدم أو دروس مبسطة سهلة جدا خاصة للمبتدئين. حتى لا أطيل عليكم لنبدأ. كلمة اليوم بالفرنسية نقول aujourd'hui، هي تكتب او جور دوي ولكن في النطق نقول aujourd'hui. aujourd'hui. كلمة أو عبارة أنا متعب بالفرنسية نقول je suis fatigué. je suis fatigué. الترجمة الحرفية نقول أنا أكون متعب، لأن هنا لدينا فعل الكينونة اللي هو le verbe être، فعل يكون. je suis مصرف في الحاضر أو في المضارع le présent de l'indicatif. إليكم تصريف الفعل أو le verbe être au présent de l'indicatif. je suis أنا أكون. tu es أنت تكون. il est elle est. هو يكون هي تكون. elle est هي تكون. nous sommes nous sommes. نحن نكون. vous êtes هي تكتب vous êtes ولكن نقوم بالربط la liaison ونقول vous êtes. vous êtes أنتم تكونون. ils sont ils sont هم يكونون. بالنسبة للمؤنث نقول elles sont هن. elles sont. إذن إذا أردت أن أتكلم عن نفسي أستعمل الضمير je أنا. je je suis fatigué أنا متعب. إذا كان المتكلم مؤنث يعني أنا متعبة أقول je suis fatigué، نفس النطق ولكن نضيف فقط e. je suis fatigué je suis fatigué. من الأفعال الأكثر استعمالا في اللغة الفرنسية le verbe vouloir أراد يريد vouloir. إذا أردت أن أتكلم عن نفسي وأقول أنا أريد je veux je veux je veux. فعل يبقى بالفرنسية نقول rester rester rester. إذا أردت أن أقول أنا أريد أن أبقى بالفرنسية نقول je veux rester je veux rester. عندما يكون لدي فعلين متتابعين كما هنا في المثال je veux rester الثاني لا يصرف يبقى في صيغته الأصلية أي الانفينيتيف. Je veux صرفت الفعل الأول je veux rester الثاني لم يصرف je veux rester je veux rester. عبارة في المنزل بالفرنسية نقول à la maison à la maison à la maison à la maison. الآن إذا أردت أن أقول أنا أريد أن أبقى في المنزل وقف الفيديو عزيزي المشاهد وحاول أن تكتب الإجابة في التعليق. نعم أحسنت Je veux rester à la maison. ردد بصوت مرتفع هكذا ستحسن طريقة نطقك في الفرنسية. Je veux rester à la maison. Je veux rester.
à la maison. Je veux rester à la maison. فعل أكل يأكل بالفرنسية نقول manger. 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 الآن إذا أردت أن أقول أنا أريد أن آكل اكتب الإجابة في التعليق عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Je veux manger. Je veux manger. Je veux manger. Je veux manger. كلمة أو عبارة شيء ما بالفرنسية نقول quelque chose. Quelque chose. Chose هي شيء. Quelque هي ما. شيء ما. Quelque chose. Quelque chose. الآن إذا أردت أن أقول أنا أريد أن آكل شيء ما أدعوك عزيزي المشاهد أن توقف الفيديو وأن تكتب الإجابات في التعاليق. نعم أحسنت. Je veux manger quelque chose. Je veux manger quelque chose. Je veux manger quelque chose. كلمة شرب يشرب بالفرنسية نقول boire. 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 كلمة كأس بالفرنسية نقول verre. Verre. اسم مذكر un nom masculin. Verre. Un verre de thé. Un verre de thé يعني كأس شاي. Un verre de thé. الآن إذا أردت أن أقول أنا أريد أن آكل شيء ما وأن أشرب كأس شاي. جملة طويلة يمكنك توقيف الفيديو وكتابة الإجابة في التعليق عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Je veux manger quelque chose et boire un verre de thé. Raddid ma'i bisawt murtafi' azizi al-mushahid. Je veux manger quelque chose et boire un verre de thé. Je veux manger quelque chose et boire un verre de thé. فعل أحب يحب بالفرنسية نقول aimer. 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 كلمة كثيرا بالفرنسية نقول beaucoup. 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 فعل شاهد يشاهد بالفرنسية نقول regarder. 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 كلمة تلفاز بالفرنسية نقول تلفزيون. 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 ولكن للاختصار نقول فقط تلي. تلي. إذن إذا أردت أن أقول أنا أحب كثيرا أن أشاهد التلفاز كيف نعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. J'aime beaucoup regarder la télé. J'aime beaucoup regarder la télé. J'aime beaucoup regarder la télé. لكي أنفي جملة ما نقول فقط ne pas. Ne pas. إذن إذا أردت أن أنفي هذه الجملة وأقول أنا لا أحب أن أشاهد التلفاز أقول Je n'aime pas
regarder la télé. كما لاحظتم أصدقائي أدخلت ne pas على هذه الجملة لنفيها. Je n'aime pas. أدخلت ne بعد الضمير اللي هو je le sujet. Pas بعد الفعل. Je n'aime pas. ولكن في ne حذفت الE لأن لدي في حرفين متحركين. Deux voyelles. عندما يكون لدي deux voyelles أحذف ما سبق الأول. Je n'aime pas regarder la télé. كلمة ليس كثيرا. بالفرنسية أقول pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. الآن دورك عزيزي المشاهد كيف أقول هذه الجملة. أنا لا أحب كثيرا أن أشاهد التلفاز. اكتب الإجابة في التعليق عزيزي المشاهد. نعم أحسنت. Je n'aime pas beaucoup regarder la télé. Je n'aime pas beaucoup regarder la télé. Je n'aime pas beaucoup regarder la télé. كلمة لكن بالفرنسية نقول mais. 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 فعل فضل يفضل بالفرنسية نقول préféré. 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 الآن إذا أردت أن أقول لكن أفضل. نعم. Mais je préfère. Mais je préfère. Mais je préfère. فعل قرأ يقرأ بالفرنسية نقول lire. 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 الآن إذا أردت أن أقول لكن أنا أفضل أن أقرأ أو أنا أفضل القراءة. Oui, très bien. Mais je préfère lire. Mais je préfère lire. Mais je préfère lire. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. ولكن قبل أن نختم إليكم سؤال التميز وسؤال اليوم يقول أنا لا أحب كثيرا أن أشاهد التلفاز لكن أفضل أن أقرأ. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم.